المصادر الداخلية كاين باقي ما كاين والو. شخصيا تيبان لي انايا بالنسبه لي كنشوفه في التلفاز يعني انسان متعصب، هو كرئيس حكومه ما خصوش يكون يتعصب بالطريقه هذه، ولكن في نفس الوقت كيبان لينا كشخص حسن من الناس هذوك اللي كانوا من قبل، والشعب كله كيشوف فيه واحد نظره بانه بالرغم هو عصبي ولكن راه انسان طيب. بالامس كان كيقول شي نقاط بانها ماشي ممكنه، الان كيزكيها بحال عدد الوزراء اللي كان في الحكومه بانه كان كثير، مازالت القضيه هي يعني هذه المساله ما طراش عليها تغيير. في الحوارات ديالو كنا كنظنوا بانه يستحيل يتحالف مع بعض الاحزاب اللي عندها وجوه، عنده مواقف منهم وعندهم مواقف منه، اليوم داروا اليد في اليد. بالنسبه للمحاسن اللي كنتمناو من السي بن كيران هو انه بعدا حزب كنتمناو منه الخير، حزب عنده صبغه اسلاميه وحنا دوله اسلاميه، كنتمناو يطبق هذاك الشيء اللي قال لنا، ولو غير 50% راه غادي يكون مكسب كبير بالنسبه لينا وبالنسبه للحزب. اذا هذا الشيء اللي كيقولوا بعض الناس في الشارع على عبد الاله بن كيران، والنقطه ربما الاساسيه اللي كان عليها شبه اجماع هي الراجل مقلق ومعصب. يونس مقلق ومعصب. كاين من الان جوج ديال الملاحظات. اولا انه على حسب ما جا في التدخلات ان الناس كيطالبوا بن كيران ينتقل من انه يكون بملك الحزب ديالو لانه يولي ملك الجميع المغاربه، ويولي يتصرف على هذا الاساس هذا، بمعنى انه يقطع مع علاقه التوتر السياسي اللي كتحكم بالطبع الانفعالي ديال التصريحات ديالو. الملاحظه الثانيه جات في تدخل السيد اللي قال بانه كان قال عدد قليل من الوزراء، دابا بحال ما كان والو. هنا كنلاحظوا بانه كاين مبكرا مقارنه ما بين الوعود وما بين التطبيقات، في مده الشهر بداو الناس كيقارنوا معك. جوج الملاحظات هنا في قلنا والمخاطر ديال التصريح يعني ديال الشفافيه زايده هي هذه وقيله. بقات عندي جوج الملاحظات على بعض ما ورد، بحال مثلا انه ما عندهمش حكومه، ما عندهاش تجربه ديال العداله والتنميه. ما نساوش كذلك ان الاتحاد الاشتراكي في 98 دخل الحكومه من بعد واحد زيد من ثلاثه العقود ديال المعارضه. ولكن رغم ذلك قدر يكون اطر دار واحد المجموعه ديال الاصلاحات الماكرو اقتصاديه، ايضا بانه حكومه ما عندهاش علاقات مع الدول، بالعكس الا تامن المحيط الاقليمي كله اللي غادي في التوجه المحافظ على المستوى العربي، غادي يلقاو بانه قناه خارجيه مسهله لعمليه التواصل مع الدول العربيه. ايضا حتى في العلاقه مع اوروبا والولايات المتحده الامريكيه كاين هذا التوجه ديال مراكز القرار نحو التعامل مع هذه الحكومات الاسلاميه المعتدلين كيف توصف من اجل اختبارها ووضع نوايا ومجازاتها تحت المراقبه. سي ادريس اذا بغينا نركزوا على الجانب الشخصي بغض النظر على ما شار ليه يونس في العلاقات مع الدول او في قدره الحزب على تسيير الشؤون والشأن العام، كلمة ديال مقلق ومعصب ربما بإجماع المغاربة اللي درنا شي سونداج دابا ونتمنى ما يكونش غلط، يقول لك ذاك الراجل معصب. هنا كيطرح السؤال، واش يقدر واحد بصفاته أنه يسير واحد المجلس حكومي مثلا فيه واحد 28 أو 30 وزير، أو يحسم في قطاعات أو يحسم في ملفات؟ لا، أولا اللي انحدى هو أنه اللحظة الحالية اللي كتجعلنا ننتقلوا بأن المواطن المغربي ما بقاش أنه كما كان يقال بعيد من السياسة وغير متتبع وغير ذي شأن. لا، تبين أنه جميع الناس اللي هضروا ما كاينش شي واحد قال أنا ما عارفش، كاينش شي واحد قال ماشي شغلي، ما كاينش شي واحد قال يدبر راسهم، لا. وكانت هادشي الامور في السابق، ما كاينش شي واحد يمكن قال قيلني عليك او ما بغاش يصرح، حسب الاخوان اللي داروا هذا الروبورتاج. الناس كلها تكلمت، وتكلمت بوضوح وبصراحه، وتكلمت في شخص ليس في الجوانب الايجابيه فقط، حتى في الجوانب الايجابيه، وهذا هذه امور معطيات ايجابيه في التحول النوعي اللي كاين الان في الوعي ديال التعاطي مع السياسه، وخص الجميع يستحضروا، لا الحكومة لا السي عبد الإله بن كيران ولا الحكومة الحالية ولا الأحزاب ولا النخبة ولا المثقفين ولا الإعلاميين، وخص الحفاظ عليه، ما يكونش عاود ثاني غير لحظة عابرة تاع كما قال أخ دفقر أنه النشوة ديال السي بن كيران تكون تنشوة ديال الشارع. خصوص القراءة ديالو، الناس عارفين إذن الطبيعة ديال السي بن كيران وأنهم متبعين ليه وصدروا أنه يصنفوها ويأطروها. وهذا اللي قلت لك أنه كاين إحساس، حتى الناس اللي قالوا أنه الملك ما غاديش يعين السي عبد الإله بن كيران، ربما يعين شخصية أخرى نظرا لهذا الاعتبار هذا. ولهذا الآن السي بن كيران هو أنه كيبذل مجهود كبير، سواء هذاك المجهود بشكل تلقائي أو أنه مفكر فيه موضوع في الاستراتيجية بشكل عقلاني، انت تغيير الصورة
اللي كانت عليه من الصورة المشاكس والصورة الصعب غير المنضبط والانفعالي إلى صورة الرجل البسيط العادي الصريح المريح إلى آخره، الآب الحنون المواطن المنفتح على الجمهور على دائرته على جميع المغاربة على الأقل الآن باش يمحي ديك الصورة اللي كانت عليه. وحتى هذه عملية ماشي بالنسبة الإرادية، هي إن كانت بشكل إرادي أو إرادوي، ولكن هي مطلوبة الآن لأن خص المغاربة يطمئنوا على رئيس الحكومة ديالهم. خص يكون مطمئنان أولا بالنسبة لهذا الشخص، وهو اللي كيعطينا الثقة وهو اللي كيعطينا المصداقية وهو اللي تيخليه أنه يخدم. سؤالك السي إدريس، واش ما ممكنش هذا الشيء يتقلب بنتائج عكسية؟ كنشوفوا مكيران إلى حدود الساعة، يعني ممكن شفناه في مجلس النواب كنت معايا يونس في الافتتاح ديال الجلسة أو الجلسة اللي كانت الأولى ديال انتخاب رئيس مجلس النواب، يعني اللي دوز من بعد اجتماع الفريق مع الصحفيين ومع الناس اللي جاو يسلموا عليه ومع زعما ما نقولش مهبه ودب احتراما للناس، ولكن اللي جا عنده ممكن يجلس معاه ويهضر معاه وشنو قال الملك وشنو قال ليه الملك وشنو قال ليه الهمه وشنو ما قالش ليه الهمه. واش هاد المساله تقدر تدينا لتمييع هاد المنصب ديال رئيس الحكومه، او على الاقل داكشي اللي كنتسناو منه المصالحه يقدر يؤدي الى نتائج عكسيه؟ انا ما كنوضعش شي منصب في السياسه في البرج العاجي. الناس كيف ما كانت المناصب ديالهم خاص تكون شعبيه، وفي الشعبيه ماشي شعبويه، وخاص ماشي مبتذله وماشي هجينه، خاص تكون شعبيه واقعيه بسيطه مع المربخ. خصنا ننسنوا السياسه وما نجعلوش السياسه غول واللي قرب منها تاكلو، خص نجعلوا السياسة ماء وهواء للمغاربة، ولكن بطبيعة الحال تكون سياسة منتجة ومفيدة، ماشي منتجة في الهضرة، منتجة في حياة الناس تغير لهم أوضاعهم وتأثر فيها وترد لهم الكرامة ديالهم والاعتبار ديالهم اللي ضاع هذه سنوات. تنقل إلى بقينا الآن في المستوى اللغوي ديال التعامل ديال السي بن كيران، وما جاتش الثمار الافاده وديال النفع ديال الاقتصاد العداله الاجتماعيه ديال توزيع الخيرات ديال الانتاج ديال ايجاد فرص الشغل ديال تحسين التعليم ديال تحسين الصحه ديال تحسين كل المعطيات والاولويات الاخرى، راه هنا غادي تبان وهي بنت من دابا. نعم. بان نعم. الناس راهم حكموا اعطاوا بعض الاشياء بالنسبه بغيناه يدير لنا بغيناه يفعل لنا بغيناه يفعل لنا كنتمنى ويدير لنا كنتمنى ويفعل لنا. نعم. اليوم ها هما بصموا بشكل إيجابي بنسبة عامة للسي بن كيران من حل السلوك السياسي الحالي البسيط والمريح والمكاشف ويدخل في التفاصيل، ولكن إلى ما كانتش الفائدة وما كانتش النتيجة غادي يديروا 180 فيراج ديال 180. لا. لان المغاربه ذكيين. واخا سي ادريس يونس الى بغينا باش نختموا، الا كنتي مستشار التواصل ديال عبد الاله بن كيران، شنو النصائح اللي ممكن تعطيه باش ما يطيحش في هذا اللي نسمينا اخطاء اللي كنا رصدنا الان؟ ونفس الشيء سي ادريس باش توجه لينا. وهو انا ما غاديش نصحوا ولا كاين مستشار ديالك ولكن عطيتيني يا صاحبي الممارسه غادي تفيدوا، بانه الان كيعيش شخصيه تماهي مع اللحظه، فيها فوز فيها انتصارات فيها محاولات ترسيم روح الدستور الجديد في علاقته برئيس الدوله، لكن بمجرد ما تعين الحكومه وتحصل على ثقه البرلمان ويبدا عبد الله بن كيران في تبديل الملفات القطاعيه والاشراف على المؤسسات واكتشاف حقيقه الاله الحكوميه وحقيقه الاداره، غادي نبداو نكتشفوا باننا امام شخصيه اخرى اللي غادي تبدا تمتلك مقومات رجل دوله. طبيعه الحال غادي تحافظ على واحد الجانب المنفتح فيها، انما ضغط العمل والفرق والاعصاب اللي غادي يجي من المهام الصعبه والملفات الصعبه ولا يمكن غير واحد الحيط غيقولوا ليه تبدلتي عاوتاني، يمكن طلعتي وتبدلتي عاوتاني. سي ادريس نصائح من كيران. اودي هو ماشي في حاجه للنصيحه، نشوفوا كان شي حاجه صدقه جاريه. انا مع انسانات الدوائر العليا في العلاقه باش انه تكون العلاقه بسيطه وعاديه بدون تكليف منتجة بشكل أخلاقي دون ما منافع لمصلحته، ماشي بحال التعلاقات التبجيل اللي كانت كتكون في السابق الملك وبالتالي من مرادها أغراض شخصية ماشي خدمة. ومعه أنه يكون صارم وبجدية اللي ظهرها في التعامل مع المكونات الحزبية، لا مع البام ولا مع الأحرار ولا مع أحزاب أخرى اللي هي الآن في المعارضة نهار كان كيتصارع معها، مع الوزراء دياله ولو من حزب العدالة، يكون بشكل صارم وجدي مع الوزراء ديالو، ويكون ويجعلهم صارمين وجدين في التعامل ديالهم في ادارتهم لوزاراتهم، يكونوا مسؤولين عليها. خصك تعرف راه الوزراء ما مسؤولينش على الوزارات ديالهم،
راه مدير صغير كيحمق الوزير. نعم خصنا نعم الوزير يولي مسؤول على القطاع ديالو يعني خصو يبين حنه يديه. دابا هذا هو المعقول زعما المعقول هو رجع. وعاده بالكيران فاش كيكون يدوي مع شي حد كيقول لي ياك فهمتني ولا لا. دابا كنقول لك السي بالكيران ياك فهمتني ولا لا. شكرا سي ادريس قصوري. شكرا من الرباط السينا ديال المؤمنين اللي كان معنا يونس دافقير كما العاده. شكرا وفاء فائز في الاخراج. شكرا صابر اللي محنا معنا في بعض الاتصالات الهاتفيه. شكرا مستمعينا نتلاقاو الاسبوع المقبل دائما مع الحدث. وان شاء الله ان شاء الله الاثنين الجاي غادي يكونوا عام جديد على ما اعتقد 2012 وتكون حكومه جديده ان شاء الله قرب الرعب.